طب برضو بما اننا بنتكلم على فتره تغيير الفصول ودخله الشتاء وادوار البرد المعتاده، ناهيكي يعني ان احنا لسه لغايه دلوقتي في اجواء كورونا، هل في مشروبات معينه او اكلات معينه بتعلي من المناعه بتاعه الجسم؟ طبعا زي. اغلب المشروبات العشبيه اللي بنشربها بتعلي مناعه الجسم، بس هعمل استرس على حاجتين النهارده، الشاي الاخضر لانه مشروب ساخن ما فيهوش سعرات، كافيينه مش كتير، اقل من الشاي الاحمر، في نفس الوقت مضادات الاكسده فيه عاليه جدا، فبيحسن في المناعه، في فلافونويدز، في حاجه اسمها اي جي سي جي، وده مضاد اكسده قوي جدا، بيساعد في ان هو بيساعد كرات الدم البيضاء، فبيساعد جدا في عمليه المناعه. في حاجه ثانيه العرقسوس مشروب بتاعنا، وطبعا بس ياخدوا بالهم الناس اللي عندها ضغط لانه بيعمل بيشيل ميه شويه، بس العرقسوس كان عليه ابحاث من وقت السارس انه بينظف الجهاز التنفسي، هو مضاد للالتهابات قوي جدا، فبرضه هو من الحاجات اللي بحبها قوي اللي مش متدرجه قوي في المناعه، هو متدرج في رمضان بس، بس من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتتاخد سعراتها قليله جدا، وفي نفس الوقت بيعلي جدا جهاز المناعه، خصوصا الجهاز التنفسي اللي احنا عندنا فيه مشاكل وقت الكورونا. غير كده بقى الحاجات اللي كنا هنخش دخلها بقى المناعه دي في فقره الشتاء او في حته الشتاء اللي بتتخن، زي ما انت قلت المشروبات، في فرق ان طول ما انا قاعد بردان اشرب هوت شوكليت، اشرب سحلب، الحاجات اللي فيها لبن بدهون بسكر كتير، يعني ممكن اشربها بشويه تعديل فتديني سعرات قليله، وان انا اشرب كمون بليمون بيزود المناعه جدا، وبيزود الحر مع ميه سخنه بقى، مع ميه سخنه بيزود الحر، حامي شويه خالص بشربه على طول اول حاجه، وبيريح قوي القولون، الناس اللي عندها انتفاخات وكده الكمون بيريح جدا. تاني حاجه بيعلي المناعه، تالت حاجه طبيعي وبدون سعرات خالص، بيبقى شويه عامل زي ميه حمص الشام. ايوه عندنا بيعملوها دي في القناه، لذيذه جدا وبتعلي الحرق وبدون سعرات خالص وسخنه دافيه. حمص الشام جميل ومغذي ومليان فوائد، بس ما خدش منه كتير لان الحمص فيه نشويات وبروتين، فمثلا 3 4 معالق كبار بيبقى اناف، والباقي اشرب ميته. الشاي الاخضر قلنا حلو جدا، القرفه جنزبيل، ما لسه كنت اقول القرفه بالجنزبيل، بس ساعات الناس اللي عندهم التهاب في المعده الجنزبيل بيتعبهم شويه، فياخدوا بالهم من دي، لان ساعات بيشربوهم مش واخدين بالهم، عشان معروف انه المناعه كويس، بس بيعمل بيزود التهابات المعده، لو انا بالذات لو تاخد كتير وعلى معده فاضيه. فالمشروبات العشبيه بانواعها، بردقوش بقى، زعتر، الحاجات دي كلها بلا استثناء بتعلي المناعه. كلها ايه البردقوش ده؟ معلش ده حاجه خضره كده حلوه جدا خضره، انا عارفه اسمه، زي النعناع والحاجات دي على فكره موجوده عند العطار، وساعات بيتزرع في البيت لو حد عنده بات او باتس الصغيره دي، منه برضو زي جميل، زي التي باكس كده، منه زي التي باكس، انا بفضل احسن من التي باكس. في بردقوش باكس ايه اللي انا بقوله ده؟ في انا عايز بس اوصل لها فكره انه زي التي باكس بيبقى في منه اللي هو الفتله يعني، بس انا عاده بحب الحاجات الفريش او المجففه اللي بتتجاب من عند العطار، بس هو في منه تي باكس. بردقوش باكس في حاجات بتطلع كده بتفرط في الواحد، لا والله بس عشان عايز اوصل زي الكاموميل والبردقوش والزعتر، كل الحاجات دي في منها تي باكس، في منها مجفف عند العطار. تمام، فالحاجات دي جميله ونشرب منها زي ما احنا عايزين، منها انها بتدينا بدل الميه اللي احنا بننساها في الشتاء، الميه بتتنسي خالص في الشتاء عشان ما فيش حر، ومنها انها بتزود المناعه كلها، ومنها انها بتدفيني، مش محتاج قوي احط عليها سكر.